مساء الخير، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح أحكي عن طريقة تحويل الشاحن من العمل على البطارية الداخلية للعمل كيو اس بي بنشبك في اللابتوب أو في أي جهاز كمبيوتر عادي. طبعا بدي أحكي بالبداية إنه أنا عملت هذه الطريقة لأنه عندي الشاحن كان خربان وفيش إمكانية نغير بطارية، خاصة إنه سعر الشاحن يعني يكاد يكون زهيد وأغلب بيوتنا موجود فيها شواحن من هالنوع، فليش نرميها؟ إذا كان في إمكانية نبدل بطارية فممتاز، ما في إمكانية ممكن نستغلها ونحولها لإضاءة من خلال يو اس بي في اللابتوب. طبعا المواد اللي بحتاجها للموضوع هذا سلك يو اس بي، أنا جبت سلك لماوس قديم خربان وقصيته، طبعا بالإضافة للشاحن الأصلي فقط يعني وملصق. بالبداية راح أفك طبعا الشاحن، بعد ما افك الشاحن راح يبين عندي لوحة، اللوحة هذه مربوطة ببطاريتين. الشاحن هذا بيشتغل على 6 فولت على البطاريتين الاثنين. اللي راح اعمله اني انا راح اقص وصلة البطاريتين من جهة البطارية عشان استبدل السلكين هذول واوصلهم بوصلة اليو اس بي. بعد ما قصيت السلكين بجهزهم لاني اربطهم بسلك تاني، وانا هنا استخدمت القداحة العادية عشان اسيح البلاستيك حوالينهم. طبعا كيف راح احرف الموجب من السالب؟ بطلع على اللوحة في عندي إشارة موجب على أحد السلكين الموجودين، طبعا هتكون هذه هي السلك الموجب والسلك الثاني هو الطرف السالب. راح أجي للسلك تبعي اللي جبته من الماوس. طبعا عندي ألوان هنا، ألوان أبيض وأزرق، هم هذول اللونين اللي أنا بحتاجهم. الأبيض هو اللون اللي راح أربطه مع الأحمر أو الطرف الموجب، والأزرق هو الطرف اللي راح اربطه مع الاسود. يعني الازرق راح يكون هو الطرف السالب والابيض راح يكون طرف الموجب. نجرب بعد ما ربطنا الطرفين. واضح انه الموضوع اشتغل تمام. طيب حاليا راح اسكر العلبة كمان مرة ونجهزها بشكل يكون يليق اكتر فيها. اول اشي راح اثبت سلاك ملصق، وهنا واضح مكان الموجب ومكان السالب، وطبعا السلكين اللي كانوا موجودين بالماوس اللونين الاخرين بدناش اياهم، راح اشيلهم تفاديا لاي مشاكل بعد هيك او عشان ما تلخبطش فيهم بعد هيك. اللي راح اعمله حاليا اني راح افك مكان شحن البطارية لاني مش راح استخدمه حاليا.
وراح احطه بالداخل وخليه بشكل ملصق داخلي اساس لو احتجته بعد هيك ممكن ارجع له باي لحظة. وراح ادخل سلك الماوس وسلك اليو اس بي بالفتحة بدل سلك الشحن. بهيك بتكون الطريقة انتهت. راح اجرب تاني بعد ما سكرنا الشاحن. نجرب حاليا كمان مرة. طبعا اشتغل الشاحن. شكرا لكم ويعطيكم العافية وان شاء الله بلقاء جديد.